هتكلم فيه. يمكن انا مش هتكلم بقى زي هنقول بقى ضغط والسكر والوقايه منهم، لا انا هتكلم دلوقتي على حاجه جديده قوي اتناقشت في المؤتمر السنه دي، هي فحص قلب الرياضيين. مفيش بيت، مفيش اسره ما عندهاش حد بيلعب رياضه. الرياضه دلوقتي بقت مش مجرد هوايه، ده بقت صناعه واستثمار على مستوى الافراد، على مستوى الانديه، على مستوى الدول. وبالتالي الاهتمام دلوقتي بصحه الرياضيين دلوقتي احد الاسباب الشاغله. الحاجه الثانيه احنا ممكن نستفيد منها على المستوى الشخصي لغير الرياضيين المحترفين، في ان ده يغير نظام حياتنا، نغير نظام اسلوب حياتنا في طبيعه اكلنا، في المشي، في الرياضه، علشان نحافظ على اجسامنا، نحافظ على صحتنا، نحافظ على مستويات الضغط والسكر والكوليسترول في المستويات الطبيعيه. فحص قلب الرياضيين ده دلوقتي بقى تخصص موجود في العالم من زمان، وبدأ سنة 1899 على إيد طبيب في شرق أوروبا كان اسمه هنشن. هنشن ده لاحظ في تغيرات بتحصل على قلب الرياضيين، بالذات اللي هم بيعملوا رياضة تزلج الجليد. شوية شوية بدأ يلاحظ مش تغيرات في رسم القلب بس، لا ده ضربات القلب بتاعتنا بتبقى بطيئة، ده بتبقى معانا في تغيرات في الموجات الصوتية. ومن هنا بقى طلع حاجة اسمها متلازمة القلب الرياضي، اللي هي ضربات القلب بتبقى بطيئة، سمك عضلة القلب بتبقى سميكة، واتساع وحجم القلب بيبقى متسع. علشان كده قال لك ان الرياضيين اللي بيتعرضوا لرياضات عنيفة وحمل عالي ده مهم جدا ان يتم فحصهم، لان احيانا التغيرات دي بتبقى بشكل باثولوجي، يعني بشكل مرضي، وبالتالي يجب منع هذا الرياضي من تكملة الرياضة. النقطة الثانية وده الأهم، أصبح دلوقتي في المتطلبات على مستوى الاتحادات واللجان الأولمبية إن لازم يبقى في فحص القلب الرياضيين. علشان كده أنا بطلب من الناس في مصر، إحنا مهم جدا إن إحنا نحافظ على صحة أولادنا وإخواننا اللي بالذات اللي بيلعبوا رياضة، يا ريت إن هم يعملوا فحص قلب رياضي مرة كل سنتين ل3 سنين، ولو داخل بطولة يستحسن كل سنة فحص القلب الرياضي. ان شاء الله بشأنه ان هو يعني طبعا كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى، بس نكون خدنا بالأسباب ان احنا نقي اولادنا من اي اسباب للموت المفاجئ. فحص قلب الرياضيين، وفي مصر المركز الوحيد في مصر وافريقيا والاكبر في الشرق الاوسط موجود في مستشفى وادي النيل، اسمه مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل بالتعاون مع جامعة جون موريس بليفربول. وربنا يديكم الصحة يا رب إن شاء الله.